عشية وصول وفد حركة حماس إلى القاهرة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أومرزوق رفض حركته لمبادرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التي قال إنها تأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. وكان بلينكن طالب خلال لقائه محمود عباس في رام الله بفرض السلطة الفلسطينية سيطرتها على الفلسطينيين خاصة في جنين ونابلس وإنهاء ظاهرة مجموعات المقاومة المسلحة. ووجهت القاهرة دعوة لحركتي حماس والجهاد لبحث الأوضاع المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس، وأشادت حركة الجهاد بالمباحثات مع المسؤولين المصريين. وفي خضم الجهود الأمريكية والمصرية والتحركات الدبلوماسية، واصل الاحتلال عدوانه على الفلسطينيين ويواصل لليوم الثامن على التوالي فرض حصار محكم على مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة الذي اقتحمه أمس، ما أدى إلى جرح واعتقال عدد من الفلسطينيين. شاهدينا للمزيد أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد أكرم عطلة الكاتب والإعلامي الفلسطيني، كما أرحب بضيفي عبر الهاتف من قطاع غزة دكتور إياد القرى الكاتب والأكاديمي. سيد أكرم عطلة، لو بدأنا بأريحة وحصارها من قبل الاحتلال، ما هي أهداف هذا الحصار خاصة أنها اقتحمت المخيم يوم أمس ولم تجد شيئا؟ يعني يتحدث الإسرائيليون عن أن أريحة محطة هامة جدا، يعني لم نسمع مثلا عن دور لأريحة، لم نسمع عن تفاعل شديد لأريحة مع الأحداث خلال السنوات الماضية، ربما حتى أثناء الانتفاضة الأولى كان أريحة منطقة معزولة، منطقة الغور ولها ظروفها، لكن الإسرائيليون يتحدثون عن قضايا مهمة تخص أريحة، يعتبرون أنه إذا حدث شيء في أريحة فهذا شيء كبير. لماذا؟ ليس أقل من نابلس جنين، ربما تزيد. سبب أنه هذه منطقة بعيدة ومعزولة ولا تشارك بالأحداث، وبالتالي إذا وصل الأمر أن تشارك أريحة بالأحداث هذا يعني أنه كل الضفة الغربية وصلت إلى مرحلة أنه لم تعد تحتمل. المسألة الثانية، تعتبر أنه أريحة تقع على شبكة خطوط مواصلات للمستوطنين، وبالتالي حجم الضحايا الإسرائيليين سيكون كبير في الفترة القادمة إذا ما كان هناك. وكتيبة أريحة أعلنت، كتيبة أريحة أنه يعني ستبدأ العمل، في شيء كبير بالموضوع، وما فيش يعني الجيش اللي كان منتبه لهذا الموضوع زي جنين الرف، يبدو أنه بتحدثوا عن إشي بدك تشوف الخارطة مشان تعرف صعوبة الحماية الأمنية للشوارع الاستيطانية الموجودة هناك. المسألة الثالثة، وهي المنطقة اللي ممكن يكون فيها أسهل تهريب السلاح من الأردن، هاي منطقة حدودية، وبالتالي احنا من الصعب السيطرة على تهريب السلاح في منطقة أريحة. لهذه الأسباب الثلاثة تشعر إسرائيل أنه إلا أريحة، يعني نابلس وجنين بتعالج، بتتعامل، بتحاول، بتفكر، بتخطط، مزبط مزبطش معها، تاني يوم كذا بتواسي حالها انه قدرت تقتل فلان وفلان، لكن كذا تاني يوم بصير عمليه بيقول ضايل مش، لكن اريحه بتعتبرها. وانا تفاجات من هذا الـ هذا الـ هذا التصور الاسرائيلي لمدينه اريحه انه الا اريحه، يعني كانه باقي المناطق الثانيه ممكن علاجها، لكن اريحه مشكلتها اكبر. طيب دكتور اياد القرى، لماذا الا اريحه ولماذا يصر الاحتلال على الحلول الأمنية رغم الدعوات الإقليمية والدولية إلى التهدئة؟ أسعد الله أوقاتكم. الاحتلال الإسرائيلي تعرف هو يمارس الاعتداءات في كل مناطق الضفة الغربية بأشكال مختلفة، لذلك ممكن أن يكون في أي مكان بالضفة الغربية، ورغم الأهمية اللي ما حدث أن يكون مثلا في أريحة، لكن هذا سياق طبيعي للأحداث خاصة في ظل ممارسة احتلال إسرائيل الحصار وغيرها. لكن ظهور مثل هذه الحالات بتقديري يؤكد على أن هناك انتشار واسع لفكرة العمل المقاوم الشعبوي أو الشعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل تصر بذلك على سياساتها الطبيعية بالمناسبة، سواء كانت
بشكل عمليات الاقتحام للمدن الفلسطينيه او تدنيس المسجد الاقصى او اعتداء على الاسرى او غيرها، كل هذه الاعتبارات تتحرك فيها بدون ان ترتكز الى بعد انساني او بعد دولي او ترتكز الى مصالح هنا او هناك. هي فقط ترى ان الامن ثم الامن بالنسبه للاحتلال الاسرائيلي هو رقم واحد، وان تحركها بالضفه الغربيه مهما كانت النتائج هو تحرك في سبيل حفاظها على الجانب الامني، خاصه بعد عمليه القدس الاخيره والتي ترى انه تحتاج الى مزيد من الاجراءات الامنيه في وجه الفلسطينيين. نعم. تاخذ اشكال مختلفه، لذلك الاحتلال الاسرائيلي هو لا يفرح كثيرا بالنزاعات الدوليه وغيرها رغم التحرك الواسع الذي حدث، سواء كان زياره وزير الخارجيه الامريكي او رئيس السبب القومي او تحرك الوسطاء في من مصر والاردن وغيرها، لكن لم يؤثر ولم يعيد توجيه البوصله باتجاه امكانيه تهدئه الاوضاع. بالعكس نحن شاهدنا ان الاحتلال الاسرائيلي بعض من انشاءاته وعزله للمدن الفلسطينيه المختلفه بما فيها حتى اريح المحاصره اليوم السابع او الثامن على التوالي من قبل الاحتلال الاسرائيلي بدعوى ملاحقه ما قام باطلاق النار على احد المقاهي التي اسد المستوطنين في مدينه اريحا. نعم. لذلك مثل توقعي ان تستمر هذه الحاله خلال فترات مختلفه، بالعكس وتصاعد العمل المقام بالضفه الغربيه وامكانيه وجود او حدوث عمليه مشابهه لعمليه الشهيد حيخير علقم وارد جدا، واستمر عمليات اطلاق النار ضد المستوطنين وجيش الاحتلال الاسرائيلي في ظل هذه الاحداث الذي يقوم بها الاحتلال. طيب سيد اكرم عطا الله، بلينكن طرح خطه من اجل وقف التصعيد في الضفه الغربيه والقدس المحتلتين، وبذات الوقت أو بعد هذه الخطة القاهرة استدعت حركتي حماس والجهاد الإسلامي. ما الذي تريده القاهرة من حركتي الجهاد وحماس؟ هل تريد إقناعهما بهذه الخطة؟ لا، أنا بظن أنه دعوة حماس والجهاد الإسلامي لما يتعلق بغزة وليس بالضفة الغربية. المدير المخابرات وزير المخابرات المصرية كان بخصوص الضفة الغربية والتهدئة والضفة الغربية قبل حوالي 10 أيام في الضفة الغربية، وناقش مع الرئيس أبو مازن جزء من موضوع التهدئة، يناقش حركة حماس وغزة لحال وحركة فتح والسلطة بالضفة الغربية. موضوع بلينكن، وهذا اللي خلال الأسبوع الماضي كانت على شفا المسألة، كانت يعني على شفا التدهور وأطلقت صواريخ حتى من قطاع غزة، وموضوع الأسيرات كاد سيشعل حربا، يبدو أنه الأمور تداركت كثير عواصم وعلى رأس الأمريكان، عندهم الصين والمنضاد الصيني وعندهم أوكرانيا وعندهم قصص وروسيا، مش فايقين لصداع الراس، حتى انهم بطلبوا من نتنياهو اجل ما اتفقت عليه مع شركائك في الائتلاف، مش فاضيين لكل هذا الموضوع، هذا الملف مطلوب تفريزه في الفريزر ينحط، مطلوب تبكيته في بكيته يتسكر عليه. لكن خطه بلينكن هي خطه على درجه من السذاجه اللي بخليك تقول معقول الامريكان بسطوا لهالدرجه؟ احنا بنعرفهم غير هيك. يعني الامريكان مراكز دراسات ومش عارف ايش طيب هو يحدث في جنين ونابلس هو بس لأن السلطة ما عندهاش جيش، هو بس ندرب جيش ونديه لجنين ونابلس؟ هي كيف تطورت الأحداث هناك؟ كيف برزت مجموعات جنين، كتائب جنين والعرين الأسود في نابلس؟ هو في فراغ أحدثته إسرائيل، مست بالسلطة الوطنية، بالعكس أقول لك السلطة عندها جيشها. في لحظة حتى عرين الأسود ما كانت في ذروة قوتها كانت بتعتقل السلطة مصعب شتية، بمعنى أنه مش ناقصها جيش عشان تدرب جيش وتودي على نابلس، جيشها موجود. لكن إسرائيل بدهاش ترصد ولا الأمريكان أنه في 8 شهداء من أجهزة الأمن شاركوا، بتقول شاركوا بعمليات، بدهاش ترصد أنها سبب لتحول الرأي العام الفلسطيني، بدهاش ترصد أنها جعلت الشرطي جهاز الأمن الفلسطيني هو يخجل أن يقوم بالدور اللي كان بيقوم فيه خلال هي بهتت السلطة، أضعفت حضورها، لم تعد قادر على القيام في دورها بسبب المناخات وليس بسبب نقصان العتاد العسكري زي ما بيقول بلينكن. هذا الأمر ناقشه بلينكن وكان رد الفلسطيني عليه معروف، أنه حتى إذا قررت السلطة في مناخات هي أقوى من الجميع، الاجتياح الإسرائيلي لجنين بالله بيقتل 9، بعدها
أي سلطة بتقدر تضبط الناس؟ من يستطيع أن يسيطر على المزاج؟ إذا وصل المزاج الشعبي للقدس ثاني يوم في جنين، حد بده يقدر يضبط أهل جنين؟ لا، في معالجة أمريكية واضح أنه معالجة منفصلة عن الواقع، مشان هيك لا تناقش حتى هذا الموضوع مع حماس في القاهرة ارتباطا بالسؤال. لا لا، موضوع يعني يكاد يناقش مع السلطة، حتى السلطة ما ناقشت كثير هذا الموضوع حتى تناقش حركة حماس والإسلام. وصحيفة تايمز اليوم تحدثت عن أنه يعني استفزازات إسرائيل وفساد السلطة أديا إلى ردة الفعل حتى من قبل الأطفال ليقوموا بعمليات. على كل حال دكتور إياد القرى، يعني السؤال المطروح، لماذا تضغط الولايات المتحدة على الفلسطينيين وتضغط القاهرة أيضا على الفلسطينيين ولا تضغط على إسرائيل؟ لماذا يراد للفلسطينيين أن يتعايشوا مع هذا العدوان من قبل إسرائيل؟ وللأسف المعايير والتحركات المزدوجة أو المواقف المزدوجة هي ذاتها منذ عشرات السنوات التي تمارسها الولايات المتحدة وبعض الأطراف فيما يتعلق بالتعامل مع القضية الفلسطينية، وهذا أحد المشكلات الحقيقية في المساهمة في إيجاد حل سياسي في المنطقة بشكل مباشر وبشكل واضح. التحرك الأمريكي هو جاء يمكن اعتقاد بتقديري أنه هو جاء بخدمة الاحتلال الإسرائيلي، لكن البوابة هو يريد أكثر تحرك فيها، بمعنى أنه يريد أن يحافظ على وجود السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، لأنه يعتقد أن وجود السلطة بالضفة الغربية سيمنع ما يسمي حركات إرهابية ويقصد حركة حماس والجهاد الإسلامي من السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي الذهاب إلى مواجهة شاملة للضفة الغربية. وجزء أيضا منه مرتبط بأنه الدور الوظيفي للسلطة بشكل أو بآخر في العلاقة مع احتلال الإسرائيلي هو دور معروف وتحافظ عليه وتريد أن يستمر، ومصلحة الولايات المتحدة في بقاء السلطة، لأنه تعتبر أن السلطة بالأساس هي مشروع تم التوافق عليه إقليميا ودوليا في مراحل مختلفة، ويراد أن يبقى بهذه الطريقة وبهذا الشكل رغم كل الغباء الإسرائيلي في التعامل مع السلطة الفلسطينية، لأنه كما تحدث تذكر ليس حبا بالسلطة ولا حرصا على السلطة، وفقط يريد عنوان في هذا الاتجاه بالطريقة التي على مقاسه تقريبا يتعامل معها بالطريقة التي يريدها، ولا يريد سلطة حقيقية، لأنه وجود سلطة حقيقية بالنسبة له تقوم بالدفاع عن مثلا على الأقل في مناطق ما تعرف بمناطق ألف وغيرها، هذا غير صحيح وغير مقبول بالنسبة له. لذلك في نفس الوقت تعزيز السلطة الفلسطينية هو يرى أنها هي تساعد في التصادم مع أو الصداع مع المسلحين الفلسطينيين وغيرها، كما حدث مع مجموعة علي الأسود في نابلس، ويريد أن تكون السلطة هي عبارة عن درع بالنسبة له يستخدم لمواجهة بعض الأطراف الفلسطينية. هذه الحالة المتشابكة والمتداخلة في الضفة الغربية منبعها أنه الولايات المتحدة وغيرها لا تحافظ على السلطة من حيث أنها فعلا تريد لها النجاح والسيطرة، بدليل أنه أصلا لو كانوا صادقين بذلك لمثلوا السلطة بشكل أكبر بعيدا عن أن تقوم بانتهاكات حقوق الإنسان أو التصادم مع المسلحين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخاصة أنه الهدف الأساسي يعني السلم الفلسطيني بالضبط هو بيحمي المخيمات والمدن الفلسطينية من اجتياح الاحتلال الإسرائيلي، وهو لا يريد لإسلام السلطة ولا لأحد أن يعترض على مثل هذه الاجتياحات وهذه التوغلات، ويريد أن يبقى الأراضي الفلسطينية مستباحة للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. شكرا لك دكتور إياد القراء الكاتب والأكاديمي، كنت معي عبر الهاتف من قطاع غزة. سيد أكرم عطالله، نختم من حيث بدأنا من ريحة. يعني أنت تحدثت عن أنه يعني لم تكن تتوقع دولة الاحتلال ما حدث في أريحة، وكلنا يذكر بأنه يعني بدايات أوسلو كانت غزة أريحة أولا. اليوم هل يدرك المجتمع الدولي ودولة الاحتلال أيضا بأنه ما يجري ووصول هذا الانفجار إلى أريحة هو نتاج التصعيد الإسرائيلي والعدوان المتواصل
على الشعب الفلسطيني؟ ما الذي يتوقعه الاحتلال والمجتمع الدولي من نتائج هذا العدوان؟ شوف، السياسة هي شبكة المصالح. هذا المجتمع الدولي شو بده؟ مش فاضي لموضوع الفلسطيني، وبدفع أحياناً عشان هذا الموضوع يكون هادئ. انحلت ما انحلتش ما عندوش مشكلة، انه احيانا الفلسطينيين بيغلطوا، انه لازم العالم يقيم لهم دولة. طب اذا الامور هادية وماشية، طب ليش يصطدم مع اسرائيل ويعملكوا دولة؟ هذا العالم لا يريد ان يصطدم، لا الامريكان، ثبت الامريكان بدهم مش يصطدموا، والاوروبيين بدهم مش يصطدموا، وبالتالي لا احد يريد مشكلة. يدركون المشكلة، بيعرفوا انه المشكلة احتلال، ما هو موصف في القانون الدولي. طب مش هم اللي حطوا القانون الدولي وقال انه في نص واضح بالاستيطان؟ ومجلس الامن مش فقط نص قانوني، مجلس الامن في الايام الاخيره للرئيس اوباما ذهبوا الفلسطينيين لمجلس الامن واخذوا قرار مجلس الامن، وفي نص واضح بالقانون الدولي بيقول ان الاستيطان غير جريمه حرب، مش غير شرعي، جريمه حرب. يعني عارف كل العالم، عارف هذا الموضوع. بس هذا الموضوع اذا ماشي بدون ما يسبب صداع للعالم كويس، شو المشكلة؟ يظل الاحتلال للأبد. مشان هيك بتلاحظ أنه وقتش العالم بيجي بهرع، إذا صار في انفجار خوفا من الانفجار، إذا صار في أزمة كبيرة، لكن طالما الأمور ماشية لو ظل الاحتلال 1000 سنة هذا لا يعني العالم بشيء، لأنه مصالحه لا تتضرر. ولكن الانفجار، كان هناك انفجار باقتحام مخيم جنين وقتل 9 فلسطينيين شهداء، ولم يحرك ساكنا لدى العالم. أما بعد العملية التي قام بها أحد الشبان الفلسطينيين، قام العالم وتحرك. صحيح، هذه هي المعايير، المعايير المزدوجة، هذه هي المعايير. إنه نهاية القتل قتل، إذا بدك تتخذ معيار وإنت واحد محايد، أنت مش عربي تقول قوميتي بتستدعي أقف مع الفلسطينيين، ولا أنت يعني من اليهود العالم اللي واقفين مع الشعب الإسرائيلي ولا الشعب اليهودي، ولا لا، أنت محايد تطالب بحل دولتين مشان هذا الموضوع ينتهي. هذا الازدواجية المعايير اللي تتخذها، هذه هي شجعت إسرائيل بالمناسبة، هي شجعت إسرائيل عندما لم يذهب أي إسرائيل ارتكب جريمة حرب للمحاكمة، هذا يعني كرت أخضر لارتكاب جريمة جديدة. عندما لا يتم وقف إسرائيل عن جريمة الاستيطان، هذا يعني أن إسرائيل تستوطن مرة أخرى لأنه تنفذ من العقاب. إذا بتحمى إسرائيل بمجلس الأمن المتحدة زي ما بعمل الأمريكان، عمل لهم مظلة كويسة، موفر لهم مظلة، هذا يعني أن إسرائيل ستستمر بالاستيطان والاحتلال وارتكاب كل الجرائم والجنايات وكله. بمعنى أنه طالما أن هذا العالم لا يرى الأمور على حقيقتها وينظر بازدواجية ويصدر أحكام بازدواجية، هو نفسه هذا العالم هو اللي سيصيب الصداع من هذه القضية، لأنه بتحلش الموضوع إذا بتقف مع إسرائيل وبتقول إسرائيل دولة مش استيطان ومش فصل، وإسرائيل بترتكب الجرائم، وإسرائيل قول كل هذا ودافع عنها. طب النهاية هذا بيؤدي لتهدئة تؤمن لك مصالحك. طيب، العالم مفهوم، ولكن العرب سيد أكرم، لماذا العرب على الأقل المرتبطين بشكل مباشر من القضية الفلسطينية، مصر، الأردن نتحدث، لماذا يضغطون على الفلسطينيين ولا يضغطون على حكومة الاحتلال؟ هو بدي أحكي لك شيء. عندما في مفاوضات شبرز داون عام 2000، بتفاوض الرئيس الأمريكي بيل كلينتون مع وزير خارجية سوريا أنذاك فاروق الشرع، فبقول له احنا قريبون من سلام موضوع طبريه الجولان، لكن ضايل شغله صغيره، قل للرئيس الاسد انه بس يقدم هذا التنازل سنوقع الاتفاق. فقال له فاروق الشرع، انت بتطلب مني اطلب من الرئيس نقدم تنازل من ارضنا؟ طب ما تطلب من المحتل. قال له هذا عنده ديمقراطيه، اذا ضغطته بتنهار الحكومه. احنا بندفع ثمن بنية النظم السياسية في العالم العربي كله بما فيه في الحالة الفلسطينية. هاي مشكلة. اثنين، طب ما هو الاستبداد في العالم العربي محمي أمريكية، الطرف الفلسطيني هو الطرف الضعيف، ما حدش قادر يضغط. هذا بن غفير، بن غفير اللي 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 عليه 50 لائحة اتهام في إسرائيل، تخيل. هذا ما حدش في العالم، لا بدينه ولا بدين تصريحاته ولا بدين سلوكه، ولا حد بطالبه بالالتزام بالمعايير الدولية
ولا حد بيطلب منه الاعتراف علنا بحل الدولتين، ما حدش. بس الفلسطينيين على الرئيس أبو مازن أنه كذا، على السلطة الفلسطينية كذا، أن تدين المش عارف إيش، أنه في عملية كذا مطلوب منها كذا مطلوب منها. هيك السياسة هي ممكنات قوة وموازين قوة يا صديقي، هذه هي السياسة. وبالتالي على الفلسطينيين أن يبحثوا عن ممكنات قوتهم مشان يقدروا يتصدوا. أنا ربطها بموضوع شبرز داون والرئيس السوري، أنه على الفلسطينيين، هذه دروس التاريخ، أن يبحثوا كيف يمكن أن يؤمنوا ممكنات قوتهم التي تجعلهم أكثر قدرة على الصمود أمام الضغوطات، سواء كانت عربية أو دولية. أشكرك جزيلا سيد أكرم عطالله، الكاتب والإعلامي الفلسطيني، على حضورك معنا.